يقول السائل: هل يجوز كراء الأرض ليزرع فيها المخدرات؟ لا يجوز تأجير الشيء لأجل عمل المعصية، لا يجوز تأجير الدار لتجعل معملا للخمر أو دارا للبغاء أو دارا للهو واللعب، أو يؤجر الدار للبنك الذي يستعمل الربا. لا يجوز التأجير لمن يعمل المعصية في الشيء المؤجر، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. يقول السائل: نرجو توضيح موضوع النقاب للمرأة. وكذلك لا يجوز ما ورد السؤال عنه أن يؤجر الأرض من أجل أن يزرع فيها المخدرات، مخدرات حرام، أو يزرع فيها الدخان، أو يزرع فيها القات، هذه محرمات. فلا يؤجر أرضه لمن يزرع بها هذه الخبائث، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والأجرة محرمة، الأجرة التي يأخذها في مقابل هذا العمل المحرم تكون حراما عليه. نعم.